السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو انت ما عندكش خط ارضي وبالتالي ما عندكش راوتر للانترنت المنزلي وعايز تشغل الانترنت على جهاز الكمبيوتر او جهاز اللابتوب، يبقى الحل في الفيديو ده بكل سهولة ان شاء الله. كل ما فيها ان انت هتروح لاي شركة من شركات الاتصالات اللي موجودة، سواء كانت شركة وي اللي هي المصرية للاتصالات او شركة اورنج او شركة فودافون او شركة اتصالات، اي شركة من الشركات اللي انت بتتعامل معاها، وهتشتري منهم USB modem عبارة عن فلاشة، والفلاشة دي بيركب عليها خط زي خط الموبايل بالظبط، وبتشحن الخط ده بباقة الانترنت اللي انت عايزها. وبعد ما بتشحن الباقة اللي انت عايزها، بتجيب الفلاشة بتركبها على جهاز الكمبيوتر او جهاز اللابتوب وبتشغل الانترنت بكل سهولة. وانا بدوري جايب لكم سعر اليو اس بي مودم من شركة وي، شركة المصرية للاتصالات. سعر اليو اس بي مودم بتاعها 400 جنيه، وكمان دلوقتي هعرض على الشاشة كاملة سعر باقات الانترنت موبايل اللي تشتغل على اليو اس بي مودم بتاع شركة وي. هتلاقي خطة الاسعار كاملة من اول 10 جنيه لحد 450 جنيه. ديت اسمها باقات النترو. النترو 10 معناها ان هي ب 10 جنيه غير شامله ضريبه المبيعات. النترو 100 مثلا عامله 100 جنيه غير شامله ضريبه المبيعات، وهكذا. هتلاقي اسم الباقه وسعرها، وهتلاقي الميجا بايتس اللي اداها لك كل سعر، وكود التفعيل والصلاحيه بتاع الباقه. يا ريت في النهايه ما تنسناش من الاعجاب ومشاركه الفيديو والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.